اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برامجكم شؤون الناس. ومن بعد اطلاق القمر الصناعي محمد السادس الف اليوم خلال شؤون مواطن المغاربه، شنو المعلومات اللي عندهم على هذا القمر الصناعي وشنو كيعرفوا عليه؟ نتابعوا ارائهم وراجعين لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اش اخباركم؟ ركاني الحمد لله وكل شيء بخير. وحيد النظره شلات الشمس ولا ضروري النظره؟ انا مريض بهم. ضروري الشمس الضوء ماشي مشكل حيدهم. لا لا خليك على راحتك. بغيت نعرف واش عندك معلومات على القمر الصناعي محمد السادس الف اللي تم اطلاقه هذا الصباح. كذب عليك، انا سمعت هذا الشيء، شوف في اليوتيوب وان القمر الصناعي مغربي ومع المخابرات الاسبان ومخابرات، هذا الشيء سمعت انا يا. على ان قالوا ان الصحافه الجزائريه كتقول اننا كنجسوا عليهم، وحتى ربما اكثر حاجه غيخدموا هي المصالح الامنيه بالنسبه لك، تجسس على الارهاب بحال هكا، على السلاح، على بزاف الحوايج. من هادشي هذا يعني جانب سياسي تقريبا، ينفعنا الجانب السياسي حتى يعني مثلا الفلاحه والزراعه ومحاربه ديال الصحور. واه جو سي با، دابا عليك ما عرفتش بالضبط. لا ما عندي لا شي معلومات اخويا. شنو كتعرف ليه؟ كنعرف والو. سمعتي بيا؟ اشرح لي. لا والله ما عندي، ما شي ديال الفيسبوك انا كاع سمعتوش، ما عنديش مع الاخبار مع الفيسبوك مع والو. ما عرفت حتى الحدث اللي كاين ولا والو. ابسط التفاصيل والو. القمر الصناعي اسمح لي انا ما على بالناش بلي تطلق اليوم قمر صناعي. ما عندكمش درايه؟ حتى فكره؟ لا لا ما عندك. عندي معلومات قمر محمد السادس، عندي معلومات، وعندي معلومات حتى على القمر الاول اليمامه الزرقاء. يفيد المغرب بزاف ديال المجالات، المجالات الصناعيه والمجالات الاقتصاديه وحتى المجالات التواصل بين المجتمعات. غنقربوا كل شيء غيولي قريب لينا. الحمد لله. قريته في الفيسبوك، قريت بانه تلقوا اول قمر صناعي في المغرب سميته محمد السادس، وقريت بانه كاين يعني كاين سميتو في يعني الدول الجاره حيت الجزائر واسبانيا قالوا باللي عندنا المغرب تهز عليهم هذا القمر الاصطناعي هذا. وكنظن ان القمر الاصطناعي بالنسبه للمغرب مزيان، مزيان باش يمنوا الحدود، لان المغرب عنده يعني بحال الا قلتي جا من الوسط، عنده مثلا الجزائر في الشرق وعنده في الشمال اوروبا والبحر تما، يعني خصو يدير اجراءات امنيه كثيره باش يامن المنطقه، لان المنطقه يعني تقدر تكون معرضه لمجموعه من الافلاتات الامنيه. القمر الاصطناعي كيبان لينا بالنسبه لنا يعني الشعب مزيان مخير. المعلومات اللي تنعرف لي هو انه غيكون غيرصد الفيضانات وغياخذ معلومات على الغطاء النباتي، غيراقب الحدود. ما صافي هادشي اللي عارف. تلقى البارح مع جوج الروب ديال الليل، جينا نشوف بلادنا بعدا اولا. مزال بعدا الصحراء هي الاولى بعدا، ومزال بزاف ديال الحوايج في البحر، الفلاحه بزاف، تبركيكا كلشي مزيان. دواعي امنيه. امن. لا امن، ولكن خصو اللي معاه شي حاجه اخرى ماشي بوحدو. خصو مع المغاربه. فوالا مع المغاربه حتى هما قمر صناعي هما يدبروسهم. كيفاش؟ هما تيلاحظوا بزاف ديال الحوايج. نو كاين يدير، سمعت في الاخبار قبيله باللي قال لك تساعد على المخابرات، التصحر، التلوث، شي حاجه، وبعد جزائريين ميتين منا. هادشي اللي عارفه. فقسناهم. فقسناهم غيموتوا، هادشي اللي عارفه. انا حتى فقت الصباح لقيت هادشي كاين. انت نعلتي فقتي لقيتهم. انا ما فقتش هادشي لقيت. على سلامتك. الله يسلمك. صحة النعسة. ميرسي بوك. إذا المشاهدين الكرام كيف تابعنا، فكيف مواطن المغاربة اللي عندهم الصورة الواضحة على القمر الصناعي وكلي مازال ما كتعملوش الصورة، واللي يمكننا نقول لكم أن هذا القمر الصناعي قادر على تقديم خدمات أمنية ومدنية كمسح الخرائط، رصد زراعي، مراقبة الحدود والسواحل. فكذا كنكون وصلنا لنهاية الحلقة، نتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة مع شوية جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.